إذن هدف مقابل لا شيء. البحري يسجل الهدف الأول. تغيير كان اضطراري بإصابة إسماعيل، لكن أكيد أصبح إيجابي لأكثر من 50%، والهدف الأول. إذن هدف مقابل لا شيء للمنتخب المغربي الآن. هي افتتاح الأهداف، هي تسجيل الهدف الأول. أراها إن شاء الله فرحة مغربية بأهداف أخرى في مرماك يا بوتسوانا. نتمنى أهداف أخرى. الهدف يساوي الشيء الكثير في ظل الحسابات والمجموعات. هنا ممكن أن نبعد